السلام عليكم، انتم في مطبخ ناريمان. اليوم حبيت ندير معكم لو غاتو غريك. نبداو بالمقادير. عندي 4 كيسان فرينه، كي انا كيلت بهذا 4 فرينه، زوج حبيبات بيض، كاس سكر ماشي عامر مليح، زوج مغارف كبار عسيله، مغرف صغيره بيكربونات، 3 مغارف كبار خل، عندي لافاني مغرف صغيره، ومنا نديرو لاكريم. عندي زوج كيسان حليب، كاس سكر، 3 مغارف فرينة، و 200 غرام مارغرين. نبداو بسم الله على بركة الله، وقرصة ملح. نبداو بسم الله. عندي 4 كيسان فرينة، نديرو شوية ملح، زيدو كاس سكر، نديرو لافاني، عندي مغرف صغيرة بيكربونات، عندي زوج مغارف كبار تاع العسيلة، دي زوج مغارف عسيلة نعمرهم مليح، عندي 3 مغارف زوج عسيلة، 3 مغارف خل، واحد، زوج، 3، نزيد البيض بسم الله، انا درت هنا 4 كيسان، نقصت كاس، درت برك 4 كيسان، نخلط ونشوف. انا راني نخلط، نبدل الفرينه شويه بشويه. انا نحيت قيس كاس هنا تاع الفرينه، اذا خصني نزيد تسمى على حسب النوعيه تاع الفرينه. انا درت الكيسان هنا، نقصت كاس، طرحتها في البلا، نروح نطيبها. انا شعلت ديجا الكوشات تسخنت، نديرها الطيب، نطيبوهم كل وحده، نطيبها وحدها، كي طيب كي نطيبهم كاع نوري لكم. طابت الاولى درك نحيها، شوفوا انتفخت شويه كي درت لها البيكربونات. بعد ما عقدت نطفي، هاهي جات عقده، نديرو لها شويه فاني، ندير لها مغرف فاني، نزيد لها المارغرين. قلت لكم 200 غرام، واذا حبيتي تنقصي. هي لا ريسيت اصلها لي زانغريديان 250.
اذا حبيتي تنقصي نقصي. انا نقص، انا هنا وزنت 200 غرام، نقص شويه ندير 150، نخلي 50. مارغارين هذه تطري لا كريم. نبدا دوكا نخلط. إذا حبيتي ديري 150 ديري 150، نخلطها مليح ونخليها على جنب. نكمل راني نطيب في لاكاليت هذيك، نخليها هكذا على جنب، كي نكمل نولي لكم. طيبت ثلاثة كيف كيف، وحدة صغيرة رحيتها. دركا نبداو المونتاج إن شاء الله. هاو الكاطو غريك تاعنا واجد، جربوا الوصفة على بالي يعجبكم، وما تنساوش تابونيو في القناة بكم تكبر القناة، وديروا نجم، والسلام عليكم.